انطلاق المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني في لندن في ظل بريكزيت غير واضح المعالم. هونغ كونغ تعلن فرض قيود جديدة على السفر بالسكك الحديدية بعد اشتباكات عنيفة. غرناطة يوجه لبرشلونة ضربة قاسية بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني لكرة القدم. أهلا بكم من جديد. ينطلق اليوم المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني، وسيناقش أكبر أحزاب المعارضة البريطانية حتى يوم الأربعاء قضايا على رأسها بريكزيت، أي انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي، علما أن الحزب يشهد انقساما حول الملف، إذ تطالب شخصيات في الحزب تطالب كوربين بتبني موقف البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويصوت أعضاء الحزب على موقفهم في بريكزيت غدا الاثنين. من ناحيته أعلن رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلاود يونكر في مقابلة نشرتها صحيفة البيس الإسبانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في نهاية الشهر المقبل هو لحظة مأساوية لأوروبا. عرضنا تعليق البرلمان بوضوح في مجلس النواب، ونحن نعارض ذلك مرة أخرى. سأجري مناقشات مع أحزاب المعارضة الأخرى بشأن الإجراء الذي يمكننا القيام به. سنسعى لاتخاذ إجراء فوري في البرلمان لمنع إغلاقه حتى 31 من أكتوبر تشرين الأول. ينضم إلي من لندن يوسف الحلوة، الصحفي والمحلل السياسي. مساء الخير لك يوسف. سيد يوسف، ما هي آخر مخرجات مؤتمر حزب العمال؟ نعم، يعني موقف حزب العمال غير واضح صراحة بخصوص بريكزيت. بدأ اليوم المؤتمر جدول أعماله، وسيناقش في الغد والأيام القليلة القادمة أيضا الخطة حول موضوع بريكزيت. لكن كما أسلفت، هناك انقسام في الحزب، وهذا الذي سيتم نقاشه. هل الحزب يريد الخروج لكن باتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أم يريد البقاء؟ يعني هناك كونفيوجن، هناك عدم وضوح. وأيضا هل معارض حزب العمال بقيادة جيرمي كوربين ضد بوريس جونسون الذي يقود حزب المحافظين فقط لإحراج وتشكيك بقيادة خصمه جونسون بالخروج، أم أنها لمصلحة البلاد؟ سيتم التصويت غدا كما أسلفت. اللجنة الوطنية التنفيذية للحزب ستصوت على الخطط ومسألة الخروج. طيب سيد يوسف، سيد يوسف، ما الذي تبقى لحزب العمال أن يقدمه؟ يعني لا سيما وأن الصراع يبدو أنه بين المعادين للاتحاد كجونسون والأكثر عداء للاتحاد الأوروبي يعني كنايجل فرج. يعني خطة زعيم حزب المعارضين جيرمي كوربين للخروج غير واضحة. هو أعلن عن خطة أنه سيقدمها في استفتاء شعبي إذا فاز في الانتخابات المقبلة، إذا تم الحاجة لهذه الانتخابات. وهذه الخطة تعطي ضمانات للاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا ستبقى في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وهذا سيحل أزمة الأمان، الباك ستوب كما تعرف، التي تعيق الاتفاق. وهذا يعني أن بريطانيا لن تستطيع عقد أي اتفاقيات تجارة أو ما شابه ذلك مع دول غير أوروبية، وإذا أرادت ذلك يجب أن تحصل على موافقة الاتحاد. يعني من الآخر، كما نقول باللهجة المحلية، يعني بريطانيا تود، أو حزب العمال يود البقاء، لكنه محرج بالإعلان رسميا للجمهور أنه يريد البقاء. طيب وقال أنه سيعرض هذه الاتفاقية في استفتاء شعبي. يونكر يعتبر بريكزيت لحظة مأساوية لأوروبا. هل لا زال هنالك يعني أمل بإنقاذ هذا الملف ولربما التوصل إلى اتفاق، يعني أم أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي تسيران على مسلك التصادم لا محالة؟ هناك تشاؤم أوروبي بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق، خاصة أن بوريس جونسون رفض الانصياع لبروكسل بكتابة مقترحات بنهاية هذا الشهر، ولذلك ليس هناك تفاؤل. وأيضا الوقت يعني يداهم جونسون وهو تحت ضغط شديد، لذلك يعني هناك
يعني ضغط على جونسون كبير، وهو يسارع الزمن صراحة. نعم. ويجري لقاءات مكثفة مع زعماء أوروبيين على هامش، وسيلتقي أيضا بزعماء أوروبيين في نيويورك على هامش اجتماعيات، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا لك سيد يوسف الحلو، وقد حدثتنا من لندن الصحفي والمحلل السياسي. يتوافد قادة العالم إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 74 لأعمال الجمعيات العامة للأمم المتحدة، وتنطلق أعمال الدورة يوم الثلاثاء القادم وسط ملفات إقليمية مهيمنة على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن يتطرق الزعماء في خطاباتهم إلى التوتر في الخليج، الملف السوري، المناخ وأزمات الشرق الأوسط، فضلا عن الاتفاقيات التجارية في ظل الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين. طالب جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والساعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية بالتحقيق في تقارير بموجبها ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله. وهاجم بايدن أثناء تجمع انتخابي في ولاية آيوا ترامب قائلا إن هذا يبدو استغلالا للسلطة بصورة مشينة. أعرف أن ترامب يستحق التحقيق، فهو ينتهك كل القواعد الأساسية لوظيفة الرئيس. يجب أن يطرح عليه السؤال لماذا هو على الهاتف مع زعيم أجنبي في محاولة لتخويفه. إنه يسيء استخدام السلطة وكل عنصر من عناصر الرئاسة لمحاولة تشويه صورتي. دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي إلى فرض عقوبات دولية منسقة ضد فنزويلا لوقف دعم الرئيس نيكولاس مادورو للمتمردين ومهربي المخدرات الكولومبيين. ويتهم دوكي مادورو بتوفير ملاذ آمن لعناصر من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجماعة جيش التحرير الوطني النشطة. أتت أقوال الرئيس الكولومبي قبل سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يجب أن ننظر في العواقب والإجراءات الجماعية حتى ينتهي تهديد فنزويلا بحماية الإرهاب في أراضيها. المجتمع الدولي بأسره عليه أن يفهم أن الدكتاتورية يجب أن تنتهي قريبا، لأن المأساة الإنسانية بالإضافة إلى توطيد نظام دكتاتوري يتعايش مع عصابات المخدرات والإرهاب يشكل تهديدا لنصف الكرة الأرضية الغربي بأكمله والاستقرار العالم. ضرب إعصار تابا جزر أوكيناوا في جنوب اليابان وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 15,000 منزل بالأحرى وإرجاء مئات الرحلات الجوية. ويتجه الإعصار شمالا مصحوبا برياح عاتية تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، ويتوقع أن يواصل تقدمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في اليابان تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334,000 شخص. حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته مساء أمس في عملية لم يصب فيها أحد سواه بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة. وأعلنت سلطات منطقة الرين العليا في مقاطعة الألزاس أن رجلا حاول بسيارته أن يقتحم مدخل المسجد الكبير وأنه كان مزودا بسلاح أبيض، معلنة أن التحقيق ما زال جاريا. أفرج عن 3 بحارة روس خطفوا في آب أغسطس على يد قراصنة يرجح أنهم نيجيريون قبالة الكاميرون وفق ما أفادت موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن البحارة 3 وصلوا إلى ألمانيا بعد الإفراج عنهم. وأوضحت الخارجية أنه من المقرر أن يعودوا إلى روسيا غدا الاثنين. أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات بحق المتظاهرين، وخصوصا بفض اعتصام الخرطوم أمام مقر قيادة الجيش في 3 يونيو حزيران الماضي، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات. وتعنى اللجنة أيضا بالتحقيق في الانتهاكات ضد متظاهرين منذ احتشادهم للإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير ثم المجلس العسكري الحاكم. وقال مجلس الوزراء في بيان أن القرار يأتي بموجب بنصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019 التي تنص على تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم إفريقي.
ينضم إلي الناشط السياسي من باريس محمد آدم للحديث عن هذا الملف. مساء الخير لك سيد آدم. إلى أي مدى تعولون على نتائج التحقيق بفض اعتصام الخرطوم، يعني في ظل حكومة قيد الإنشاء ومجلس سيادي يحتوي بعض الأعضاء الذي يشتبه انتمائهم إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير؟ نعم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. اليوم شكل رئيس الوزراء لجنة مكونة من 7 أشخاص، وهذه اللجنة أنا في تقديري ستواجه العديد من التحديات في ظل أن الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء يعني لم يقف على أعتابه حتى هذه اللحظة. هنالك مجموعة من التحديات، حتى هذه اللحظة لم يتم تعيين النائب العام ورئيس القضاء، فبالتالي مثل هذه الإجراءات المتسرعة أنا في تقديري سيضع الحكومة الانتقالية أمام تحدي ومحك حقيقي في بقايا النظام القديم. ومن ثم أنا أعتقد وفي تقديري أن هذه المرحلة قصيرة جدا، فبالتالي كان من الأفضل أن ينظروا إلى القضايا الكبيرة العميقة التي ما زالت لم تحل حتى هذه اللحظة، مثل قضايا الحرب والسلام. بالإضافة إلى ذلك جريمة فض الاعتصام لم تكن الجريمة الأولى، فبالتالي أنا في تقديري كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية القائمة التي تضم 51 شخص ما لم يتم تسليمهم. أنا أعتقد أن هذه القضايا أكبر بكثير من مسألة فض الاعتصام، لكن ننتظر حكومة رئيس الوزراء حمودوك إن كان جادا في محاكمة الذين تسببوا في هذه المجزرة الشنيعة، مجزرة القيادة العامة. وننتظر الأيام القليلة القادمة ما إذا كان حمودوك قادر على محاكمة الذين ارتكبوا هذه المجزرة. نعم. سيد آدم، رئيس الوزراء يتجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي محاولة لإقناع المجتمع الدولي يعني بإخراج الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في حال يعني نجاح هذا المسعى، كيف سيؤثر ذلك على توازن القوى الداخلي، خاصة وأنه لم يصادق بعد على تشكيلة الحكومة وعلى وزراء من المعارضة؟ نعم، رئيس الوزراء ذهب وليحضر مداولات جلسات الأمم المتحدة، لكن القريب في الأمر أن الحكومة الداخلية حتى هذه اللحظة لم تحزم ملفاتها الداخلية. زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية نعم من أجل استلطاف المجتمع الدولي وأمريكا بالتحديد، ومن ثم رفع قائمة السودان من الدول الراعية للإرهاب، ومن ثم تقديم دعومات مادية لكي تجابه الحكومة الانتقالية في السودان هذه المرحلة الخطيرة أنا في تقديري. والسودان يحتاج إلى دعومات ويحتاج إلى مؤازرة حقيقيا ليقف هذه الحكومة على أرجلها. زيارة موفقة أنا في تقديري، وسوف يصب في المصلحة السودان إذا كانت الحكومة الانتقالية جادة في إحلال السلام العادل والشامل وإشراك الجميع في العملية السلمية من أجل التحول الديمقراطي. بالتأكيد سترفع الولايات المتحدة العقوبات على السودان، لأنها هي تعرف تماما أن هذه الحكومة جادة في إنشاء السودان لما نحن فيه الآن. نعم. شكرا لك الناشط السياسي محمد آدم وقد حدثنا من باريس. قال المرشح للرئاسة التونسية المسجون نبيل القروي إنه متفائل بالفوز على أستاذ القانون المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية. وعرب القروي خلال حوار من داخل السجن عن تفاؤله بالتقدم على سعيد الذي حل أولا في الجولة الأولى من الانتخابات. يذكر أن القروي مسجون بتهمة تبييض أموال، وهي تهمة يقول القروي إنها ملفقة ضده. توقفت الاشتباكات في محاور القتال جنوبية العاصمة الليبية طرابلس بعد احتدام المعارك بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق، وتمكنت قوات الوفاق خلال ساعات الهدوء الحذر من استعادة السيطرة على معسكر اليرموك الذي سيطرت عليه قوات حفتر لعدة ساعات. وأغار الطيران الحربي التابع لقوات حفتر أمس على مناطق في عين زارة وجنزور وغيرهما جنوبية العاصمة. تبنت حركة الشباب المتطرفة هجوما انتحاريا على مركز عسكري حكومي في منطقة عين سليني جنوبي الصومال. وقال مصدر أمني أن القوات الحكومية تصدت لهجوم إرهابي بدأ بعملية انتحارية عند مدخل المركز العسكري، تلاه مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات. وأكد المصدر أن القوات ألحقت خسائر بشرية في صفوف الحركة المتطرفة التي لم تتمكن من السيطرة على المركز العسكري، بينما أشار بيان للحركة لحركة الشباب أن مقاتليها تمكن
تمكنوا من السيطرة على المركز واستولوا على معدات عسكرية وست عربات، مؤكدين وجود خسائر بشرية في صفوف القوات الحكومية. أعلنت هونغ كونغ فرض قيود جديدة على السفر بالسكك الحديدية بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة واسعة النطاق في شوارع تلك المنطقة التي تحكمها الصين، وأحرق المتظاهرون في هونغ كونغ العلم الصيني، ما دفع الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين. تستمر الاشتباكات في هونغ كونغ بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين بالديمقراطية، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريغ المحتجين الذين خربوا تجهيزات في محطة مترو ومركز مترو ومركز للتسوق. وكانت قد انتشرت الشرطة في مطار هونغ كونغ من أجل التصدي لمحاولة إغلاق المطار التي يخطط لها من قبل المحتجين، حيث خضعت محطة القطار السريع في وسط المدينة لحراسة مشددة، ولم يسمح إلا للمسافرين الذين يحملون التذاكر بدخول المبنى. إذا سألت كيف تنهض هذه الحركة سأقولها إنها بحاجة إلى مساعدة الجميع. على سبيل المثال تنظم حدثا كهذا وتجمع أشخاصا من مختلف الأعمار في أماكن مختلفة للتعبير عن مطالبنا، ومع ذلك هناك بعض المتظاهرين الذين يستعملون القوة ويشتبكون مع الحكومة. كلا الطريقتين الاحتجاجيتين مهمتان تماما مثل مطالبنا. في أشرطة مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجل معارض للاحتجاجات يصرخ ويشتم المحتجين ومن ثم يتعرض للضرب بالإضافة إلى أشخاص آخرين. هذا واندلعت مظاهرات في المدينة في شهر يونيو حزيران الأخير عقب اقتراح تشريعات من شأنها أن تسمح بتسليم أشخاص مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم هناك. رغم أن التشريع قد تم سحبه إلا أن المحتجين ما زالوا يطالبون بالاقتراع العام، غاضبين مما يرون أنه تدخل صيني غير شرعي في المدينة. لمناقشة الجوانب الاقتصادية لهذه الأزمة ينضم إلي من باريس ناصر زهير الخبير بالشؤون الدولية والاقتصاد السياسي. مرحبا بك سيد ناصر. ما هي تبعات استمرار الاحتجاجات في هونغ كونغ على الاقتصاد الصيني المستفيد من أسواق هونغ كونغ؟ نعم، أعتقد بأن الاحتجاجات سيكون لها أثر سيء جدا على السوق الصيني وأيضا أسواق هونغ كونغ. الآن هناك حالة عدم استقرار، هناك حالة تراجع في الاستثمارات الواردة إلى هونغ كونغ، وأيضا حركة التبادل التجاري ما بين أسواق هونغ كونغ وما بين الأسواق الصينية أيضا والأسواق الآسيوية. كل تلك العوامل تساهم في تراجع الحركة الاستثمارية، ولكن بالنسبة للصين هي لا تعطي بالا كثيرا لموضوع هونغ كونغ، لأن خسائرها أو الحرب التي تقودها الحرب التجارية مع الولايات المتحدة هي أكبر بكثير، وأيضا هي تخفي الأرقام الحقيقية للتأثير السلبي ما بين أسواقها وأسواق هونغ كونغ. بالتالي يمكن أن نقول بأن الصين سيد ناصر هل الضغط الاقتصادي وهبوط أسعار البورصة في هونغ كونغ سيدفع الحكومة الصينية لربما إلى تقديم ومنح المتظاهرين مزيد من التنازلات؟ لا أعتقد ذلك. الصين الآن تعرف بأنها في حرب مع المتظاهرين في هونغ كونغ، وليس فقط المتظاهرين بل من تتهمهم بأنهم يقفون من ورائهم الممثلين في بريطانيا والولايات المتحدة. بالتالي أي تنازل لن تقبل به الصين. حتى عرض كيري لام بأنها يمكن أن تستقيل أيضا قوبل برفض من الحكومة المركزية للصين. الصين بالنسبة لها الخسائر الاقتصادية في هونغ كونغ أو التبادل التجاري فيما بينها وبين هونغ كونغ ليس بالكبير مقارنة بخسائرها مع الولايات المتحدة. بالتالي لن تعطي أي تنازل إلا إذا فقدت كيري لام السيطرة وقررت من تلقاء نفسها أن تستقيل وأن تبتعد عن المشهد. هنا سنرى أزمة في أيضا الانتخابات القادمة وما بين الذين تحت تدعمهم الصين وأيضا الذين يطالب المتظاهرون بعدم سيطرة الصين على مقاليد الأمور في هونغ كونغ. سيد ناصر اسمح لي، يعني المتظاهرون يطرقون عتبات القنصلية الأمريكية والقنصلية البريطانية المستعمر السابق لهذه المنطقة. يعني هل محاولة تدويل الأزمة ستنجح؟ هل سيستجيب الموقف الدولي يعني ويتخذ موقف مع المتظاهرين وضد الحكومة الصينية؟ لحد الآن لا يوجد أي استجابة من الموقف الدولي، هي فقط بعض التصريحات من هنا وهناك، ولكن المتظاهرون يطرقون أبواب القنصليات لأن هناك اتفاقية موقعة ما بين بريطانيا وبين الصين بأن تكون هونغ كونغ بلد واحد بنظامان، أن يكون هناك نظام
منفصل لهونغ كونغ أن يكون له احترامه من قبل الصين، وهذه الاتفاقية مدتها 100 عام. الآن الصين لم تحترم هذه الاتفاقية، بالتالي يمكن أن نقول بأنه سيكون هناك بعض التدخلات من بريطانيا، ولكن بريطانيا الآن هي نفسها تمر في أزمة وفي أزمة حكومية، بالتالي لن يكون لها تدخلات كبيرة. الضغط يمكن أن يأتي فقط من الولايات المتحدة، وترامب يستخدم هذه الورقة ضد الحكومة الصينية من وقت لآخر، ولكن لم يكن هناك دعم حقيقي أو ضغط حقيقي إلى حد هذه اللحظة. شكرا لك السيد ناصر زهير، الخبير في الشؤون الدولية والاقتصاد السياسي، وقد حدثتنا من باريس. هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 3% صباح اليوم، وأوقفت بورصة مصر التداول على أكثر من 35 سهما لمدة 10 دقائق بعد نزولها أكثر من 5%. وقالت رئيسة مجلس إدارة 3Y لتداول الأوراق المالية إن ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات، ففي حال وجود تخوفات أمنية أو سياسية سنجد البيع من المؤسسات وليس من الأفراد على حد قولها. وهوت أسهم العديد من شرك الاستثمارات بنسب تتراوح بين 5% إلى 7%. يأتي ذلك عقب احتجاجات شهدتها القاهرة ومدن مصرية أخرى خلال اليومين الأخيرين تطالب الرئيس المصري بالرحيل. جلسة بداية الأسبوع الأحد انخفاض في كافة المؤشرات. المؤشر الرئيسي جي اتش 30 انخفض 92% عند نقطة 14313، وسط اتجاه المؤسسات الأجنبية والمصرية نحو الشراء، عرس العربي اتجه نحو البيع، واستخدام التداول تعتبر جيدة حتى الآن. يعقد مجلس إدارة مجموعة توماس كوك للسياحة والسفر البريطانية اجتماعا لتحديد مصير الشركة التي تسعى إلى تجنب إعادة التكلفة وتعويض مئات آلاف المسافرين بقيمة 227 مليون يورو بحسب ما صرح به مصدر مطلع. وأوضح المصدر أن الشركة تحاول إقناع الحكومة ضخ الأموال التي تحتاج إليها المجموعة. من ناحيتها طالبت النقابة التي تمثل العاملين وزيرة الشركات والصناعة أندريا ليتسون بعقد اجتماع طارئ لحضها على منح الدعم المالي. وإلى الرياضة. هزم إذن فريق برشلونة بهدفين نظيفين لصالح غرناطة في الدوري الإسباني، لتتواصل العروض السيئة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بينما صعد الوافد الجديد لقمة جدول الترتيب، ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، بينما يعتلي غرناطة جدول الترتيب ب10 نقاط. أهدر أولمبيك مارسيليا فرصة التقدم على باريس سان جيرمان وتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل بهدف مقابل هدف في مباراة انتهت ب3 بطاقات حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتقدم مونبيليه في 17 عندما حول بوناسار مدافع مارسيليا كرة عرضية في شباك فريقه بالخطأ، كما ألغي هدفان سجلهما المهاجم أندي ديلور للفريق الزائر بداعي التسلل بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. والختام مع الأردن وثروات البحر الميت. البحر الميت مسطح مائي شديد الملوحة لدرجة أن أي شخص يشرب ماءه يصاب بتسمم، لكن شواطئه في الأردن لا تزال تجذب زوارا يبحثون عن الخصائص العلاجية ذات الصلة بطينه ومائه الغني بالمعادن. هذا ويتميز المركز الذي أصبح مقصدا للسياحة العلاجية على مر السنين بغرف علاج خاصة وبركة سباحة مالحة المياه لعلاج الأمراض الجلدية واضطرابات المفاصل. طين البحر الميت فعلا هو مميز جدا لأنه بيحوي كل أملاح البحر الميت، وبنفس الوقت له خاصيتين، الخاصة العلاجية اللي هي
للمفاصل بالدرجة الأساس المواد اللي فيه. بينما يأتي كثيرون للبحر الميت من أجل العلاج، فإن زورا آخرين يأتون لتغطية أجسادهم بالطين والسباحة في مياهه المالحة التي تزيد ملوحتها 10 مرات عن ملوحة البحار الأخرى. والحقيقة البحر الميت إذا أخذناه ككل هو غرفة أملاح، يعني الموجود بتنشق أملاح البحر الميت من خلال وجوده في هذه المنطقة، ولكن إحنا عملنا غرفة أملاح خاصة حتى يكون التركيز واضح. البحر الميت تحده إسرائيل والأردن والضفة الغربية، وتستغله الأردن وإسرائيل لجذب السياح، حيث شيد كلا البلدين منتجعات على طول شواطئه. إلى هنا نهاية النشرة من i24news. للمزيد تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وموقع i24news.tv بالعربية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.